قلت لحضراتكم معايا حالة من كفر الشيخ النهاردة، وفايز فاروق حلم بقاله كتير قوي كان بيعاني من مشاكل في القلب من سنوات كتير، كان عنده مشاكل كتير. مع الوقت ابتدى الحال يتدهور، وبيقول ان انا حالتي ساءت اخر 5 سنين. الدكاترة كلهم اجمعوا على انه محتاج عملية قلب مفتوح. تعالوا نشوف الحالة من كفر الشيخ النهاردة ونسمع فايز ونعود ونتواصل مع حضرتكم. أنا اكتشفت الموضوع ده من 30 سنة. قالوا لي ان عندك حمى روماتيزميه، وخلاص كشفته. طيب تاخد حقن بنسلين طويل المفعول وبتاع. في دكاتره قالوا لا، سنك ما يسمحش دلوقتي، طالما عدى 20 سنه ما ينفعش تاخد. وعشت بالوضع ده، كنت عايش عادي طبيعي خالص، بس طبعا بالوهم والايحاء احس بالحته دي وجعان على طول، اروح لدكتور تاني. ففين الكلام ده من مثلا 5 سنين اكتشفت ان انا عندي ضيق في الصمام المطرالي، عملوا لي اشعه ايكو، عملت كذا اشعه بقى، يعني مواسوس انا من ناحيه الدكاتره لا يقل عن بتاع 20 دكتور او 30 دكتور. انا عندي اشعاعات هنا بتاع 50 اشعه. اروح للدكتور ده يقول لي عندك ضيق في الصمام المطرالي وصمام الاورطه وضعف في عضله القلب، ولازم تلحق تعمل العمليه، لان بعد كده عضله القلب لو قلت عن كده النسبه بتاعتها مش هتعرف تعمل عمليه. طبعا دلوقتي عايش بادويه وحبوب السيوله والادويه بتاعه القلب، بس قال لك ده ما لهاش علاج، لازم العمليه. والكل بيعجل بالعمليه عشان ضعف عضله القلب، لو هي كل مدى ما هي بتضعف، لان في تضخم في العضله وفي ارتجاع، نسبه ارتجاع في الصمامات، كل ما بيعدي يوم عضله الارض القلب بتضعف. وطبعا طول لها نسبه معينه مش ممكن يقدر يعمل عمليه فيها. فتعبت يعني، بقالي دلوقتي 5 سنين بعاني. شوف الكلام ده من 30 سنه، بس اللي بعانيه هم 5 سنين، لان فعلا انا ما بقدرش امشي خطوتين. يعني انا لو طلعت ونزلت في مره واحده في اليوم رضا كويس، لان انا ممكن اقعد بتاع ساعه او ساعتين ولازم اعلق على جهاز النوبلايزر ده بتاع الاستنشاق، لان بيجي لي الازمه وما بقدرش. يعني عمليه ان انا بشحر وما اقدرش اخد نفس حتى، ممكن يجي لي ازمه في ساعتها. العمليه دي قالوا لي هتكلف حدود 250، من 200 ل 250 الف. طبعا انا بالنسبه للناحيه الماديه انا ما اقدرش على كده. عندك اسره طبعا؟ اسره طبعا مكونه من 4.